المقال الذي اخترناه لهذا اليوم جاء تحت عنوان توقيف أمجد يوسف، النظام بين الدولة والعصابة. وكتب هذا المقال حسام جزماتي، الكاتب السوري الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك أستاذ حسام. تحياتي. تحية. تحياتي لك. لماذا برأيك تم اعتقال أمجد يوسف؟ هل أجبر النظام على ذلك؟ هلا ما يعني ما أجبره، ما يكون في نصيحة من الروس أو يعني سبق يعني تسربت معلومات عن بعض الأشياء اللي دخلوا فيها الروس بالتخفيف من درجة عالية مثلا بسجن صيدنايا. هلا المعتقلين اللي طلعوا مؤخرا رواياتهم يعني افضل عن روايات السابقه، ويعني في جزء من هذا سبب هذا روسي، فربما يكون في نصيحه من الروس بهذا الشان، او يعني نظام يعني رايد يعني يوحي ل يعمل رساله للمجتمع الدولي انه هو يعني ما هو يعني إجرامية كاملة، أنه عنده قانون أو محاسبات، وأنه لا يرضى عن تجاوزات أو أخطاء بده يصنفها بالإطار الفردي أو شيء من هذا النوع. نعم، بمعنى أن هنالك من الحلفاء من تدخل، من حلفاء النظام أقصد، من أجل اعتقال أمجد يوسف بعدما أبرزت كثير من الفيديوهات أو الفيديو على الأقل الذي انتشر عبر الجارديان بأنه هو من يقف خلف مجزرة التضامن. تماما. هلا هو ما عندنا معلومات، هذا يعني احتمال، هذا ضمن اطار التحليل. المعلومات تقول باحتجاز امجد يوسف ومن ظهر في الفيديو من عناصر الامن العسكري مفرزه نسرين، سبب ذلك نعم. لكن هل تعتقد هنا استاذ حسام ان هنالك من جدوى لهذا الاعتقال؟ يعني جدوى فعلية أكيد لا، يعني ممكن يكون النظام بيحاول يعمل شيء تجميلي، لسه ما نعرف شو راح يقرر بهذا الشأن، بس يعني فعليا ما راح تأثر على مجمل الوضع يعني القضية السورية. ولكن مثل هذا الاعتقال ألا يمكن أن يشكل رادعا أيضا بالنسبة للعناصر العاملة في الجيش بعدم الإقدام أو الاقتراب من هكذا أفعال كما حصل في مجزرة التضامن؟ هلا نحن ما بدنا ننسى انه نحن عم نحكي ب 2022 ما عاد مطلوب من يعني النظام، لم يعد يطلب، او حاضنه النظام كمان لم تعد تطلب، قواته الرديفه لم تعد تطلب من انفسها ومن قواتها ارتكاب اشياء من هذا النوع. بفتره لما ارتكبت المجزره وكثير مثلها ب 2012 13 14 وغيره، يعني كان في يعني الامور كثير محتدمه وفي صراع وجودي في ذلك الوقت، وفي يعني سخونة طائفية ومناطقية ومباشرة، فيعني جرى هذا كثيرا وجرى التغاضي عنه. هلأ مطلوب أنه يعني يردع من يريد أنه بمفرده أنه يقتل 300 شخص، ويعني هيك بهذه الطريقة الفظيعة اللي ظهرت. ايه مطلوب انه هذا ما يعود يتكرر، لانه مثل ما قلت انا بمقالي النظام عم بيحاول يستعيد الان صورته كدوله بعد ما اشتغل طويلا يعني يعني طريقه العصابه. طيب اسال بشان يعني اساسا بعيدا عن امجد يوسف هنا كشخص، انا اسال عن الاستراتيجية المتبعة داخل المؤسسة العسكرية، داخل المؤسسة الأمنية أيضا لدى النظام السوري. مسألة المحاسبة بحد ذاتها هل هي قضية موجودة؟ هل فكرة المحاسبة للعناصر المخطئة حاضرة على مدار السنوات الماضية، أم أنها مختفية وقد تكون مسألة محاسبة أمجد يوسف تمت بضغط ليس أكثر، وإن كان مجرد المعلومات تشير إلى فقط توقيفه، لا نعرف إلى حد اللحظة تفاصيل أكثر عن ذلك؟ هو الحقيقة يعني خلال السنوات العشر السابقة لم تخلو يعني أفرع الأمنية للنظام وسجونه العسكرية من بعض عناصره المسجونين، بس عموما كانت يعني كان يحاسبوا على التجاوزات ليس في حق الناس،
وإنما يعني اللي بيبيع ذخيرة مثلا بيكون قريب من خط تماس مع المعارضة، بيبيع ذخيرة ل يعني قوات الثورة أو الفصائل الإسلامية، يلي مثلا ممكن يعني ينتحل صفة أو يعمل حاجز ويتورط مع شي حدا مهم. يعني عموما كان في على طول الخط محاسبات، ولكنها لم تكن من أجل حقوق السوريين، وإنما كانت يعني محاسبات النظام يعني لأفراده على انتهاكات بحقه هو درجة الأولى. إذا نحن أمام حدث نوعي هذه المرة. نسبيا إيه. فكرة أساسا ما جرى في مجزرة التضامن واعتقال الفاعل الأول الذي ظهر في الفيديو وهو أمجد يوسف، هل له أي ارتباط بشكل أو بآخر بعملية إعادة تأهيل النظام وإرجاعه كذلك إلى الحضن العربي والتقارب من بعض الدول الإقليمية مع النظام؟ والله ما عندي معلومات الحقيقة إذا كان هذا الـ أنا يعني أتساءل بشكل هنا تحليلي وليس معلوماتي. تمام، يعني هلأ يعني حسب ما يبيع النظام القصة، لسه نحن النظام ما أعلن إطلاقا، المصادر اللي ذكرت هذا الشيء لحد الآن هي من طرفنا من طرف المعارضة. بدنا نشوف النظام لمين بده يبيعه، يعني شلون بده يعلن عنا، كيف سيسير بهذا الشأن، لأنه لحد الآن ما في محاسبة قضائية، إنما في توقيف يعني شبه مسلكي، يعني هو بنفس جهازه يعني، فممكن هذا الشيء قابل إنه تتصعد القصة ضده، وممكن إنه يعني تلفلف. فعلى أساس ما سيسلك النظام نشوف إلى ماذا يرمي، وين ممكن يكون يحلم إنه هاي الخطوة تفيده. بس يعني على جميع الأحوال ما أتوقع أنها تكون خطوة جذرية يعني على طريق علاقات دولية أو تطبيع أو عرب أو يعني. سنترقب في الأيام المقبلة ما قد يفضي إليه هذا الاعتقال أو هذا الاحتجاز لمرتكب جريمة التضامن. أشكرك جزيلا ضيفنا عبر سكايب الكاتب السوري حسام جزماتي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.